يخلق الأمن. الأمن هو الذي يجذب الاستثمار. في حديث غلبت عليه الصراحة في مؤتمر عين على الاستثمار في البصرة كما سمي، يكشف مستثمرون عراقيون وأجانب عن حجم المعوقات التي جعلت من طريق الاستثمار هنا شائكا، بل والسائر فيه منتحر على حد قولهم. لا يوجد أي شيء يشجع للاستثمار، قرارات بائسة، وللأسف الشديد يعني الشركة اللي تقبل على الاستثمار أنا أعتبرها قاعد توصل إلى مرحلة الانتحار. وكمثال على ذلك شركة هونغ كونغ الاستثمارية الصينية التي تكبدت خسائر مالية فادحة بعد تلكؤها في إكمال مشروعها لبناء 2000 وحدة سكنية برغم مرور 6 سنوات عليه وإنفاق 25 مليون دولار، والسبب يعود إلى حزمة من المعرقلات. بسبب كثرة التحديات وغياب الحلول من الدوائر الحكومية جعلنا نتيقن أن بيئة البصرة غير ملائمة للاستثمار ولا تشجع المستثمرين الأجانب للعمل فيها، بعدما واجهنا مشاكل في تمليك الأرض وانعدام البنية التحتية. ليس هذا كل شيء، المستثمرون العراقيون كذلك دفعوا ثمنا غاليا حينما قرر بعضهم جلب أمواله من الخارج وتشغيلها في بلاده عبر بناء معامل إنتاجية، لكنها لحقت بها خسائر كبيرة بسبب غياب الحماية للمنتج الوطني. معملي مسدود، أنا سديت من 2014 وفتحته هسه بداية السنة، لحد الآن أنا خاسر 400 ألف دولار، لأن أنا المنتج مالتي درجة أولى والدولة ما تريده. يا استثمار تقشمرون على العالم، أنتم تضحكون على العالم. والله العظيم، والله العظيم، اللي يريد يستثمر ببصرة فلا عقل عنده. وبرغم هذا تؤكد هيئة الاستثمار على أنها عدت خططا لجذب مستثمرين من العيار الثقيل كما أسمتهم في المستقبل القريب. أسجل هذا علي، في المستقبل القريب إن شاء الله سوف تعد هيئة استثمار البصرة خططا لجلب مستثمرين من عيار الثقيل أجنبي ومحلي للاستثمارات كبيرة جدا. وبانتظار أن تتحقق هذه الوعود لا زالت الأوضاع هنا لا تشجع على الاستثمار الذي بإمكانه أن يخلص من أعداد العاطلين عن العمل. سعد قصي، الحرة، مدينة البصرة.